شو يعني بالانس؟ قولي لك هل هاي الصوره متوازنه ولا مش متوازنه؟ كل الشغل على اليمين يعني صار. يعني هاد قوم شوف هاد، هل هاي الصوره متوازنه بالعمالة انا سويت هذا؟ نعم ها متوازن بقى مش شايفين انت ليش؟ لانه واضح هاي مش فاضيه. طبعا ممكن تكون من هاي الناحيه بس ساعتها بدها تكون من هون. هذا ميزان عيني، ميزان بصري بيسويه الواحد بتطلع عليه، لازم يكون بالانس السكيما بكمل الورقه، لازم تكون بالانس. طيب بيج لي اوت از لاند سكيب اف نيدد، استعمل لاند سكيب اذا بدك. طيب ليش لاند سكيب يعني؟ انا على فكره انا بالرسمات زي هيك بفضل لاند سكيب، بتعطيك مساحه اكثر فيرتيكال في الرسمه، الحدود صغيره جدا بتصير لانه العين تضطر تكره، العين تكره هيك، فبالتالي تمد اللي فوق بعيد بدها تبعد كثير، تعملها لاند سكيب تطلع احسن لك. طيب سايزز اوف ذا كونسبتس ار ايكوال تقريبا. انا شخصيا مثلا لما برسم بحاول الاشياء اللي بتشبه بعض انها 100% تكون نفس السايز، هوريزونتال وفيرتيكال تكون نفس السايز. هلا مرات يعني بكبرهن مش اكبر وحده، مرات بتضطر الكلمه تكون طويله مش مشكله، وحدتها بمساحه وبزيها بلاحظش اللي بشوف. بس اما اذا كل وحده عامله سايز دمرت العين اللي بتطلع. هلا important concepts are placed in the middle. وين انت بعينك بدك تطلع اول شيء؟ بالنص. وكبر يعني حسب اهميه الكونسيبت كبر. طبعا بلاش بس كبر عشان تقول للعينين اللي بتطلع على الورقه تبعتك تعلم بلش من هون شو هن هون؟ الموضوع الرئيسي او من هون ده. ايوه هلا ممكن اعمل واحد مثلا بيرسون اعملها كبير، بعدين بدي احكي عن الكورس بس شوي، بس الكورس انتيتي بكبره، بس مش بكبره سوري يعني زي البيرسون بس اصغر شوي، بس الديتيلز بتاعت البيرسون بتاعت الكورس بذكرها اكثر. هاي اشياء جماليه فيش لها قانون، انتبهوا. رولز ار الاين، بدك تعمل مش بس الكونسبتس ار الاين والرولز ار الاين. بعدين انا على فكره ولا بجوز اني كاتبها لا مش كاتبها هون. انا بحب انا شخصيا لما برسم او اني اذا بتشوف رسماتي الهاز والاز الا ما تستعمل هاز كثير صح؟ الهاز بحطها جوا الكلمه جوا والريليشنز خلينا نقول بين الاوبجيكتس مش الفاليوز، مش اوبجيكت مع فاليو، اوبجيكت مع اوبجيكت تايب برسمها بعملها برا مره تحت مره فوق، بحاول استعمل نفس الستايل بس مرات واحد تقريبا نفس الستايل لازم يكون تحت ال اذا كانت هوريزونتال او فيرتيكال. اذا كانت مرات بتضطر تستعمل هوريزونتال او فيرتيكال. يعني قصدي يعني بكون هوريزونتال ممكن ميبي برا تكون حلوه، اما اذا فيرتيكال يعني شوفي اذا فيرتيكال حطيها بالنص لانها بتبدا الكلام من نص الرول على اليمين الرول على اليمين، فهي الاشياء ما بتضل اقول تاخذ بعين الاعتبار الدرجه هي كبيره. بيوليت ذا بيج از ماتش از يو كان بات نوت تو ماتش، يعني خليش الصفحه كسب لي الدايجرام تبعك ل 50 صفحة وهو كله أحسن شيء مثلا يبقى 10 صفحات، بل يعني خليش الصفحة برضه فاضية كثير بس مش تحط فيها كل شيء زي ما كد كد ما العين تحب تشوفه. هلا دونت كلون، بتعرف الكلونينج؟ الكلون فيش كوبي بيست للكونسبتس، للرولز فيه للريليشنز، بس للكونسبتس لا، في شيء اسمه كلون حتى يتعامل مع نفسه. تعملش كلون اذا مش داخل. هالعكس هيك خليك تحط كل الاشياء اللي لها علاقه مثلا بيرسون بنفس البيج.
Modularize large diagrams into pages. But keep very related concepts in the same page. مفهومي؟ بأول صفحة شو بنحط؟ Most important. يعني لو ايش بدك تشوف؟ بدك تشوف علاقة الكورس مع الشخص مع كذا. هلا الصفحة الثانية بلك الشخص، الثالثة بلك الكورس، الرابعة بلك اليونيفرست. رايت يور بروجكت ديتيلز، تسلمش الصفحة فوق من فوق اللي اوت فاضي، اكتب اسمك، اكتب رانيا كذا بروجكت كذا كذا، حتى يقول اكزامبل هذا حتى في كورس وانت تتعلم في المشاريع اكتب واي فيرجن كمان. كل هاي الاشياء في كل صفحة لازم تنحط. هاي طبعا هاي اكيد يعني ما لهاش حد هاي الاشياء، بس بجوز هاي اشياء مهمة بتساعدك انك تنظم شغلك. طيب احنا مش مطولين، نضل على الموضوع عندنا صغار جدا. في عندنا رولز فيرباليزيشن. ايش يعني رولز فيرباليزيشن؟ كنا فيرباليزيت يعني احكيها. هلا انا عندي هاي قدمتها للمدير تبعي، اول مره بشوفه عليهم شو بقول لي؟ شو قصدك؟ بده يقول لي شو قصدك في هاي ال هذا السهم شو بيعني؟ هذا السهم شو بيعني؟ وهذا السهم شو بيعني؟ مظبوط؟ طيب هلا فشو انا ممكن اسوي؟ اقرا له اياها او اقول له طلع عندي تقدر. هلا اللي بدي اقول لكم اياه انه عمليه القراءه زي ما تعلمنا خلال الكورس هي شيء ثاني يعني، وممكن اعملها جنريت تولز، كل التولز المره من التولز بتاعت الورد بتعمل جنريت. يعني انا بدي اقول شو هاي اقرا لي اياها، استعملش كلمه صفايه ذكرها لستي، ستي تفهم شو صار تايب اوف؟ نعم. طيب شو اسوي؟ شو هو؟ يا ستي كل مانجر لازم يا ستي كل مانجر لازم كان بيرسل كطالب انا كنوع من انواع البشر. طيب طيب اقرا يا ستي. كل شخص لازم كانوس، كل شخص لازم كانو اسم غلط، لا على الاقل اسم. كل شخص لازم يقرا على الاقل ثلاث ملايين. ف each person must have has مش have. ليش has مش have؟ يعني المفروض ايش هي؟ have بالانجليزي مضبوط؟ لا بعد الماست لازم يقرا بعد الماست هاف لانه في ماست. بس انا طبعا شو سويت؟ ما هي مش غلطة بالمعنى الغلطة يعني. ها شو سويت انا؟ لاحظ شايف شو البول؟ ايت يعني عشان انا اعمل لك سب تايب بقول ايت اللي هو ماست بي ا تايب اوف اللي هو خلص. هاي عبارة عن تيمبلت طبقها على كل الاشياء. ناخذ هاي الماندتوري ايت اللي هو ماست هاز ات ليست وان اللي هو ملاحظين؟ ف يعني وكانها هاي باراميترز اللي هون واللي هون واللي هون. ببدا بالشيء اللي لازم كانوا بعدين بحط لانها هاي مش شرط كهذا بحط الرول بعدين بحط اللي هون. ها اذا كانت ايكواليتي هاي ايكواليتي شو بقول؟ ايت اللي هون بعدين اللي هون ماست ايت سوري انا ايت person هاي person works for a company اللي هو must بكمل برد بديش ارجع لهم must
ماست او ماست بي ماست. هي المفروض ماست بي بس ماست affiliated with that. بعدين بحط هاي. هلا هذول عبارة عن templates لكل الرولز. في طبعا في مشاكل بتطلعنش الكلام صح زي ما بدنا دائما. يعني مثلا هاي للأسف لازم احطها زي ما هي مكتوبة هون فهي يعني انجليزي مش مظبوط. هاي مثلا حطيت هون company and بس مرات لازم تحط and. هلا بس ايش هم نسميها سيدو ناتشرال لانجويج. يعني هاي لغة صناعية. لغة صناعية بس بتأدي الغرض 100% بتأدي وبتكفي. لاحظين؟ هلا هاي كنا نوتس ذات ذيس فيربلاجز كان بي جنريتد اوتوماتيكلي يوزينج فيكست تيمبلتس. ماشي؟ هلا هاي ليش هذول بدي اياهم انا؟ ليش بدي اياهم؟ لانه هاي السيدو لانجوج اللي بتطلع لي از اندرستاندبل مفهومي من مين؟ واذا كان واذا كان عندنا اكسبيرتس هاي بتخليهم يقدروا يساعدونا يعملوا لنا فاليديشن قد انهم يساعدونا قد بصيروا يكتبوا لنا الرولز في هاي اللانجوج واحنا بنصير نرسمها. بيقدروا يصلحوا الموديل تبعنا وهم بيقدروا. اوكي هاي مثلا بس مثال اخر هذا يعني خلصنا بس هذا مثال او ار ام كونستريت او ار ام سكيما تقريبا فيها كل الاو ار ام رولز. يعني هاي سكيما عمرك شفت سكي هيك سؤال عمرك شفت سكيما فيها كل اللي تعلق بالاو ار ام؟ هل عمرك شفت سكيما فيها كل اللي تعلمته كل الرولز اللي تعلمت بالاو ار ام؟ هاي تقريبا حاولت احط فيها انك تعمل مثال في كل ال كونستنس جمالية في بعض. شو رايكم؟ يعني لا مش يعني مثلا على جهه اليمين مش اشتي مش على قد بعض ها الروز هون كمان شيء كبير يعني شو كده فيها كل الاخطاء ذات كل بس مبالغ على فكرة ما تسيبوش علي انا اللي رسمها انا اللي صممتها اللي كتبها اللي رسمها اسمه اندري لوسوفوي ولا يعني ولا اوبجيكت حجمه قد الثاني ولا اوبجيكت مظبوط تخيل انهم مرتبين كان احسن هذا بشكل وهذا بشكل بعدين في عندنا صدقت قصتنا ايش؟ اوبجيكتس بدون ايدنتيتي هاي هاي شوفي هاي مش غلط بالمعنى الداتا بيس هذا مش هيك تقولي انا مش هيك كنت متوقع تسالي وليش هاي مش بالي طيب؟ ليش كل هي؟ هلا السؤال السبب انه في ال الايدنتيتي لازم كان الايدنتيتي لازم كان ايدنتيتي هذا الكلام بس في الداتا بيس ايش هذا السايكلينج والسايكلينج هلا بحكي لك هذول ما خدناهمش هذول رولز ما خدناهمش بس هذا في عالم الانتولوجي رانيا مش مهم هذا كله مش مهم انه لكل انتيتي لازم تكون ايدنتيتي هذا كلام بزبطش في عالم الانتولوجي بس اذا نعمل كريت الداتابيز طيب بس هذا مثال انه هاي فيها رولز الرولز وهذا الفيربلايزيشن تبعنا كل واحد بده يشوف الفيربلايزيشن لكل الرولز وهي نفس السكيما بالعربي وهي الفيربلايزيشن بالعربي مين اللي عمل؟ بالعربي هلا دوغما موديلات بدعم 11 لغه ايطالي اسباني الماني فيتنامي صيني روسي كل العرب كل 11 لغه سويناها يدعم 11 لغه اذا طبعا ايش بترسم له بطلع هو بيعرف انه هاي اللغه شيء وبالتالي بناء عليه بيطلع لك الفيربلايزيشن يعني هو لحاله بيعمل جنريت بقول لك اذا مدير يدير شركه فان هذا المدير يعمل في هذه الشركه اذا انسان يقود سياره فان هذا الانسان مخول برخصه السياره واهل مجرد طبعا كان الطموح بس احنا وقفنا البحث هذا كان الطموح انه مش يطلع هيك
صفت الجمل ربعا نعمل بالجراف. هاي مين بيحبوها في الشركات لما تعمل موديل؟ يعني انت بترسم برنت تعمل تقرير جاهز تسلم. طيب اخر تو سلايدز عن الموديلايزيشن. خيرا عندي هاي طبعا بجوز الامثله كمان مره. هاي مثلا في عندي اشياء مش values بس هاي مكتبه بس لعالم الانتولوجي مش لعالم ال على فكره هاي انا سويتها فاذا في عليها مسبات جماليه ف انا هيك بالكلام لا طلع في عندي انا بيمنت ميثود شو بنبدا من هون في عندنا اوردر انو اللي عمله اللي طلبه كاستمر وريكويست هذا عن اوردر لكتب سيتلت فيها بيمنت ميثود. البيمنت ميثود عندي ثلاث انواع عندي مثلا تشيك بيمنت كارد ماني اوردر اذا كان عندي بيمنت كارد في عندي كريدت كارد والكريدت كارد له هاي الشيء. تخيل انا جيت ابي هذا الى ايش استعملته هذا لما بدي اعمل شيء من امازون في عندي مثلا انا عندي دعمل او ار ام لمية كار رنتر في عندي رنتر ايش باي بيرسون رنتر ان انس ات ديت ستارت ات ديت ريكويست اوف كار سيتلت فيها نفس الرنتر والاوردر من هون لهم ايش؟ نفس الكلام. يعني معناته الموديل داتا موديل ترى بيمنت ميثود نفسه. هذا شو بقول لنا؟ الكلام لكل انا اذا بدي ارسم كل سكيما بلوك واحدة موديل واحد بصير في عندي بدي اضل اعيد. فافضل شيء انه بدل ما اسوي هيك بسوي هيك. يعني هل في طريقة اني انا اقول هاي الاوردر تبع الكتاب وهاي الاوردر تبع الكار وانا بدي طريقه اوبريتر كومبوز كومبوز بيعمل لي كومبوزيشن لهذول الاثنين مع بعض وهذول الاثنين مع بعض هلا في تولز بيو ار ام وفي اللغات الثانيه كمان بتدعم الكومبوزيشن. فكيف انا بساوي او اعلمكم اياها هون شغلتين بس. الأول شيء ليش احنا بنعمل موديلايزيشن؟ ليش؟ نقول لي ليش؟ سمبلسيتي ريوزابيلتي ريوزابيلتي سمبلسيتي سمبلسيتي ريوزابيلتي 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 ايزي تو ريوز يعني الموديل تبعك بصير ايزي تو ريوز غيره وين؟ يكون واضح من وراء بالتعديل بصير من وراء ريدابيليتي؟ ايزي ريزلت لا لانه بالتعديل يعني هل انو اسهل؟ انت لنا بدنا نبني او ار ام للبنك العربي وعندك تيم شو بتساوي؟ بتصير تقول مصطفى انت روح على دائرة كذا واعمل لي هناك، انت روح على دائرة كذا واعمل لي انت، كيف تساوي انت؟ لان ايزي تو بيلد صح ولا لا؟ ايزي تو بيلد لانك انت بتقسم شغلي شغلي وبتراعي شغلي شغلي وبتحل المشكلة بهي الطريقة. طيب وايش كمان؟ اذا كانت ايزير تبيض كمان ايزير تبيضتين اذا بدك بالمستقبل تعدل عليه او تعمل له ريبليس بيجي اسهل تعدل بس عليه تعدل مكان واحد تعدلش على كل شيء مضبوط ولا لا؟ ليش الثالث؟ اللي هي قلنا ديستريبيوتد ديفلوبمنت اوف موديولز انه لما انا عندي تيم كبير لازم اقسم هذا ايش؟ منقسم. طب عمركم سألت حالكم سؤال حسب شو بقسم؟ الموديلايزيشن كرايتيريا سوري هان افكتيف مانجمنت حتى ايزي تو ريد يعني
بس حسب شو انا بكسر. يعني عندي شو رولز الاوبجكتس اللي كانت تكرار ايش زي هذا الاوبجكت انه تكرر ايش عمله مرتين يعني. او مثلا حسب انه مثلا في عندي اوبجكت في فيز كثير انه خلاص بقدر احطه بصفحه ثانيه يعني لحالي يعني حسب اوبجكتس رولز تخصص. بدنا بصراحه منهجيه بدنا نلقى جول. تعال يا تمارا كل ما بتشوف الشغله الفلانيه كسم هيك انتوا ايه انا حسب شو بتكسموا الاشياء لما بتعملوا برامج واشياء ديبارتمنت مجال العمل نفسه اذا حسب السبجكت ماتر اول واحد حسب السبجكت ماتر بنسميها سبجكت اورينتد التقسيم بيصير ريليتد فاكتس ديسكرايبنج سيم سبجكت ماتر modularized الو released in one month اللي يعني حسب الموضوع حسب موضوع يعني كل موديول له موضوع او كل تاسك نعمل لها موديول يعني مثلا البيمنت ميثود هاي مش سبجكت البيمنت ميثود هاي تاسك في تاسك معينه في فاكس هاي الورقه يعني حاجة اللي بنستعملها لتاسك معين او بيربس معين ها والشيء الثالث حسب اللي بسميها انا الاستقرار اذا انت بتتوقع انه هلا انت بتكاد تصمم وفي منطقه انت مش عارف انه الاستر موديل تبعك صح ولا مش صح شو بتساوي؟ بتحطه في جزئيه لحاله بتحطه في جزئيه لحاله بعدين بتبدل لحظه ما يعني مش تنشر كل الاشياء اللي بتاكد فيها عبر الكود